من رمى في اليوم الحادي عشر في الليل والثاني عشر قبل الغروب هل يلزمه المبيت حتى يرمي في اليوم الثالث عشر؟ إذا رمى قبل الغروب وخرج قبل الغروب في اليوم الثاني عشر لا يلزمه، أما إذا تأخر حتى رمى بعد الغروب يبيت، يلزمه أن يبيت على الصحيح في الليل يعني جمهور أهل العلم يبيت ويرمي في اليوم الثالث عشر بعد الزوال، واليوم الثالث عشر لا يكون في زحمة. الغالي بعد الزوال لا يكون بسحاب، لأن الرمي ينتهي في اليوم العاشر بغروب الشمس. الشمس في اليوم العاشر انتهى الرمي بالإجماع، ما في كلام. لو رمى الشمس بعد الغروب ولم يبت عليه دم؟ إذا رمى بعد ولم يبت إذا أخذها أو صدق بشيء فلا، الدم في خلاف، لكن إذا صدق بشيء فلا.